شدوا الأحزمة، نحن جاهزين حتى نكون عم ننطلق لأول معمر معنا اليوم من ضيعة رميش. أنا وياكم رح نروح لعند عمو بولس. بمنطقة رميش رح نتعرف على عمو بولس اللي ضليع جداً بالكروم والزرع. رح نجرب نحن وياكم نزكسكو شوي بموضوع الكرم والزراعة كلها سوا. خلينا أنا وياكم نروح على هالمشوار. مرحبا عمو بولس. يا هلا يا هلا. كيف الصحة؟ يا هلا. طمني عنك. ماشي الحال. الله معي ستنا، الله معي. أهلا أهلا أبونا. نشكر الله وأنت. تمام؟ شكرا، ميرسي ميرسي. يا هلا. لشو يا عمي قالوا لنا انه انتو كتير قراب من بيروت ضيعتكم، ما بدها كتير وقت؟ بلا بعيد، احنا اخر بلد. اخر بلد هون؟ ايه. اخذت معنا بس 3 ساعات. ليه 3؟ تاخدش 3. قديه لازم تاخد؟ تنتين وربع. انت قديش كنت تاخد معك من بيروت لهون؟ يعني حسب العجقة ومعجقة. والله؟ ايه. ما عرفنا هالست الحلوة مين بتكون؟ هذه العيلة تبعي بس خربة ساخنة مريضة. شو بتعمل؟ بيت يا عم عقولة هيك استقبلتنا هلا بهالضحكة الحلوة. تسلم، فضل منك. خبرنا أول شيء، أنت مواليد هون؟ مواليد رميش؟ إيه مواليد رميش. من أي سنة أنت خلقان؟ مواليد 24. اسم الله، بعدك ذاكر. إيه ولا في كل شيء ذاكره. إيه؟ من يوم من خلقت لليوم. أف. وانت تجوزت هون؟ ايه. اسم الله، كم ولد عندك؟ 9. اسم الله يخزي العين. ليل ليل. ايه. قديش كنت ناوي تفكر هيك تجيب ولاد؟ في هون في 10 12 و 13 13 و 14. ايه ايه ايه. يلا نشكر الله، 9 ولاد نعمة من ربنا. ايه ايه. ايه وتجوزت هون؟ نعم. وهذا بيتك انت؟ هذا بيتي هون. ايه بيي كان واني سلمت هون. قالوا لنا كان عندك وسيله تنقل مميزه من زمان، بعتها ولا خربت ولا شو صار معها؟ شوي وسيله النقل. شو كان عندك؟ ما عندي سيارات. ما عندك سيارات؟ ما كان سيارات. وسيله نقل طبيعيه؟ ايه العادي، بروح وتيجي مشي على الاربعه. بس كانت الارض مشي. انت بعرف انك انت كنت تروح مشي. إيه؟ بس قالوا لنا ما كانش عندك حمار. بلا. وينو هالحمار؟ ما بعنيه من مدي، معاش فيه. ليه؟ ولادي ما قبلوا يضل. يه 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 يه. بس شو ولا في مثله؟ ما في مثله. ايه. رصين؟ قوي ونشط. نشط. ولا شو بعته يا عمي؟ بعنيه يا خيي لبكي و... ايه. ايه. ايه خاي خاي. طيب يلا منيح بعدك، بس دخلك على فوقة. نعم. نحن بهاليومين ما نقطع الكرم لعندك لنساعدك بحواش الزيتون. بعد اليوم بتحوشش؟ بلا، ما شفناهم كلهم حبوب وكبار. وين؟ عندك بالكرم. كرم اللي طلعت لفوق. ايه؟ التاني عم مزرعة. ايه كله حبوب. ما بيتحوش، ما بيتحوش بعد. اف اف اف. لا عم بمزح معك. لا بس عرفنا انك انت اليوم تروح على الكرم عندك كروم زيتون. ايه عندي كتير يعني. ايه خبرنا شوي هيك من بيومياتك، شو بتعمل؟ كيف بتقضي نهارك؟ بطلع على زيتون ايام ونقعد بالبلد هون، بيت قريب بيت. ايه. كذا بتروح عند الجيران؟ ايه ايه. شو بتعمل انت وياك؟ نقعد ولا شيء. بتتذكر اخبار الماضي؟ ايه معلوم. خبرنا شي خبريه صار معك من زمان. شو انت نهفة؟ هيت خبرنا شي نهفة. رميت شغلي هون 100 دولي اجت هون هيدي البلاد. شعوب كتير يعني. شعوب كتير وتعبيني هي البلد. ايه. كل عمرها على الحدود تعبيني. خبرنا ستنا كيف هيك تهتم فيها بالنهارات؟ بتقلش كلمة حلوة. كتير منيحة يعني، بس هالمدي سخنات و... ايه. وكان ولاد ابني هون. ايه. قامت قاعدة هون، قامت بدت الحصبي تبوسه. ايه. وقعت منك الله شفى عليها، بقيت بعيدة عن عمود هالقد. اف. ايه. شو بتقلها هيك شي كلمة حلوة اليوم بس ترجع تتنشط شوي؟ تتنشط. ايه. ايه قلها شي كلمة حلوة. طيب هلا على هالكاميرا، لأن في ناس ما بس يكبروا بقاش بيتغزلوا. ايه. بنسوانهم. لا 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 لا، نحن بعدنا مثل ما يوم انجوزنا. والله. ايه. كيف يعني؟ ما في يعني أجعيز. ايه. فيش أجعيز. ايه. شو ما في هيك؟ ما في، ما بتنزعجوا؟ لا. ما بتتخانقوا مع بعض؟ لا لا لا. شو؟ شو رأيك عمو بولس؟ نعم. إذا أنا هيك اليوم بدي أسألك سؤال. ايه تفضل.
إذا اليوم أنت ربنا هيك أول شيء بتروح على القداس؟ إيه بتقدس؟ إيه يوم الأحد. يوم الأحد. إيه الأحد الماضي رحت قداس كمان؟ إيه. وين شو اسم الكنيسة عندكم؟ كنيسة مارجريس. كنيسة مارجريس. إيه. هيك أنا أسألك سؤال، إذا شي يوم من الأيام ربنا ظهر لك هيك بالكنيسة وقال لك يا بولس اطلب مني طلب مش طالبه من قبل أو خلص حي الله طلب أنا رح أقول لك إيه، شو الطلب اللي بتطلبه؟ ساعة طبعا بتذكر شو بدي هلا مش ذاكر؟ لا يشمم ما بيه اعتبر هلا جاي لعنا اجا لعنا ربنا هيك عم يتمشى وحول لعندك شو بتطلب منه؟ نطلب منه الرحمة والسلام ولأولادك ولأولادي ولغيري ولغيرك كمان ايه زين ايه طيب هلا انت كيف قدرت عشت بهالتغييرات الكبيرة اللي هون يعني عالم كتير أجانب ما في ناس يمكن في ناس تضايقتك وضليتك لا والله أنا محافظ على أرضك أنا بقيت مرتاح أنا بقيت مرتاح يعني في كتير ناس تركت هذه المنطقة أنا ما تركت أبداً في كتير ناس تركت هذه المنطقة أنت شو؟ أنا كانت علاقتي بالأرض والمويشي ما في أترك لا هي ولا هي البابا يوحنا بولس الثاني وقت كان وقت اجى على لبنان نعم. نزل وباس الارض باس التراب لبنان ايه. انت بتعمل هيك ايه بعمل ايه كل يوم تنزل بتبوس بقى الارض ايه مش كل يوم ايه. مش كل يوم بس بتعملها ايه, ايه. خاي منيح منيح طيب اذا نحن ما نروح نحن وياك على الكرم ايه بتروح ايه معلوم سيد من راح كل يوم بروح نحن عنك. يمكن اخرناك هلا لا ما يهمك ايه طيب اوكي ايه. قديش بعيد هون عن الكرم مش بعيد كتير بتروح انت ماشي ولا بالسيارة؟ لا بالسيارة اليوم بالاول بقى تروح ماشي بالاول كنت تروح ايه. ماشي هلا بالسيارة ايه اسا ما عاد فينا ماشي تنقول لك صحيح ايه. يعني ايه فيها طلوع كتير؟ لا مش كتير منيحة منيحة سهلي. اذا قال لك السيارة جاهزة بتروح معنا؟ ايه معلوم طيب بدك نروح نحن وياك؟ بدك حاضرين يلا عمو بولس نعم اخزل عين عليك لحظة لحظة مش عم لحق لك 94 سنة لحظة يلا نحن وصلنا؟ ايه نحن وصلنا على كرم الزيتون ايه طب قولك صحيح؟ ايه ايه كم شجرة تقريبا عندك هون؟ 62 اسم الله ايه لان هاي حمراء الحبوب وهاي خضراء ليه؟ هيدي خضراء هيدي اسود اه هيدا استوى هيدا استوى من بلش شاطف يعني؟ طلع لا بعد طلع كيف اه اف هلا اذا دقتها بتطلع مرمرة بس ايه مرمر بعده هيدا إيه؟ تتشتى اول ما تشتي بس تشتي بيستوي وبيتغسل ايه مين رح يقطف لك اياهم انت رح تقطفهم؟ انا لا بشوف ناس ايه ايه انت بطلت تقطف لحالك هون. لحالي لا ما بقطف ايه تعال بدك نقف شوي بالفاي تعال هون ايه علمني هيدي شلبي هيدي يعني؟ حبه هيدي حبه منيحه زرعه منيحه هيدي زرعه منيحه عمو بولس هلا انت بتعرف كل هالمعلومات اولادك بيعرفون يعني بعد عمرهم طويل مين رح يهتم برزقته ابني مدير عام ابنك مدير عام ايه ما بيجي ما بيجي بيجي من بلا بيجي معمر هون اوكي وبيشتغل شق في بلاي حد هون ايه بيجي لهون طيب مين بيهتم لك بالزرع من اولادك بالزرع ولا حدا أني بشتكي الناس اف إيه؟ ما بيحبوا ولادك يهتموا بالزرع ما بيفضوا ما بيفضوا لا ما بيفضوا عندي بس ما انت لقلن عملت هالكروم ايه ايه لكن شو بدو اخدوا معي على القبر عمر بعد عمرا طويل الله يعطيك الصحة ايه عم بقوله شو فيها هالشجرة ميزة كيف الحملين ايه ايه أنا كتير بتعب عليها الأرض إيه؟ مش كل الناس بصير معها هيك كيف يعني؟ ما بتشتغل الأرض منيح إيه؟ في ناس بتزرعه وبتتهاون فيه بتهاون فيه بتهاون فيك ايه صحيح بتتعب عليه بتعب عليك اها هيدا يعني قد ما تعبت عليهم إيه؟ صاروا عم يعطوا هالقد ايه معلوم ايه كنت بدك تخبرني شيء عن هالشجرة شو؟ ما بعرف انت قلت لي انه في شيء مميز فيها هي اللي حاملة يعني اه قصدك انها حاملة ايه حاملة حاملة إيه؟ طلع التراب ما شاء الله
تبعول بدك تبيعهم للشجرات؟ لا 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 زال ما حدا رح يهتم فيهم غيرك. ما ببيعهم لا، يبقى بيصطفلوا اللي فيهم. ايه شو التب شو بتوصيهم يعني بعد عمرهم طويل هلا اكيد انت وربنا يعطيك الصحة، بس شو بتوصيهم لأولادك؟ كل من له شقفي انت تصطفل بهي وانت بهي وهن بيصطفلوا بيصطفلوا. ايه ساعتها شو فينا نعمل احنا من عود؟ ولا اشي. ايه ايه كان عندي ولد يتعلم بالجيب مشموشي. ايه كان خيلي مدير المدرسة. ايه خيلي مطلعون طلعوك؟ مطلعون نعم طلعون نعم طلعون. ايه توفى هيدا الله يرحمه. ايه لما بدي انقله على فرير الرمالي. ايه قال لي ليه بدك تنقله؟ قلت له انت لما تنقله هون بفرير الرمالي ممنوع العربي في امرار. ايه بيعتنوا كثير. ايه باللغات الاجنبيه. ايه نقلته هو ولد يهودي من صيدا وولد من صيدا ثلاثي بغرفه. اف صاروا يسألوه شو بيشتغل بيك تبى يدفع لك 3 ملايين. ايه في ترجمان من الصالحيه اسمه حنا الاشقر، قال له يا حنا المدير الفرنساوي اساله للصبي هذا شو بيشتغل بيو. قلت له بفلح وبزرع. ايه قال لي بدي اخصص لك واحد عسيبي بس بتامن المنامه. قلت له انا المنامه بصدم امنها. ايه عندي ناس هونيك بمجدليون. ايه ولما صارت الحوادث ما عاد بعدنا حدا. بس انه انت من هالارض كنت مستعد تعلم اولادك كلهم وعلمتهم. علمتهم علمتهم كلهم البنات والصبيان من ورا هالارض وتعبك. ايه 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 من الارض. ناطرين نحن اول شتوي حتى نصير هذا الكرم. ايه نحوش. ايه ايه تجي انت بتشرف عليهم كيف لك انا لحالك؟ لا شو لحالك؟ تجي لحالك بتشرف على الشغيله؟ لا بيجي انا ويوهن. ايه انا قصدي بس ان العائله بس تجي انت حدا بيجي لاني انت منعون ولا هن ما رح يحبوا؟ هن ما فيهم معن وقت. ما معن وقت. واحد عنده اشغال وعم يعمر بالشمال يعني بنيات للبيع. طيب بيجوا بيطلوا عليك؟ ايه كلهم؟ ايه ايه بيجوا. ايه في شي ولد صار لك زمان مش شايفه؟ لا كل جمعة بيجوا. كل جمعة؟ ايه 9 اولاد؟ ايه كلهم بيجوا. كلهم بيجوا. ايه هالارض حلوة. ليك ما هو ترابة. طلع طلع ها ليك ولسه مفلوحة. دس أرض هدول تراباتك دسهم منيح؟ معلوم منيح. ليش شو اللي بيحسنهم؟ بيحسنهم السويد والشغل. ايه والشغل والشغل. ايه تخليش عشبة تخليش وسخ. تعبك كله يعني نازل ايه بالأرض. ايه قد ايه صار لك تشتغل فيها؟ صار 70 سنة. 70 سنة؟ ايه 70 سنة من عمرك قضيت. ايه 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 بأرض كتير لغير مش بس الأرض هذه أهون أرض. عمو بولس طب أنت ليش هالقد حبيبها لهالأرض؟ ليش هالقد متعلق فيها؟ هالبلاد ما بتتركها أبدا. أنا بوي كان ساكن بهي هون مزرعة. ايه ومتمسك بالأرض كتير. ايه وإحنا تمسكنا من وراء. ايه ايه يعني ورثة بس أخذها من بيك. ايه طيب اليوم كيف بتقنعهم لاولادك انه يحافظوا عليها لهالارض؟ هن يصطفلوا. بس انت ما بتقنعهم ما هيدا كمان تعب. بقنعهم بقول لهم بس انه شو اذا انا بدي اقوم من القبر قول لهم شو؟ ها؟ اذا قلت لك ما رديت شو بعمل؟ في شي حدا من اولادك ما بيرد عليك؟ لا بيردوا كلهم. كلهم؟ ما في حدا عم يعذبك؟ بس بعدين بعرف شو بصير مع الواحد. ما فيك تعرف. ايه من ساعة لساعة بيتغير. ايه خلينا نرجع نحن نكمل طريقنا. طيب شوي. طيب انت بس خبرني شو اليوم اذا بدك تقول انت رسالة لاولادك. ايه هلا بهن اللي عم يحضروك. ايه ايه ولأهل ضايعتك شو بتقول لهم؟ ينتبهوا اشتغلوا بالارض بيستفيدوا. يتعبوا على هلا. ايه بتتعب عليك. اتعب علي بتعب عليك. قد ما كترت يعني الاشغال بقلب الدنيا. إيه؟ الواحد لازم يكون عنده ارض ليرجع إيه؟ له بيوم. ما هو فيش الا الارض سيبتي. فيش شيء سيبت الا الارض. شو يعني فيش؟ لا المصاري ولا شيء. اف ايه المصاري بتروح قد ما يكون معك. ايه بس الارض ما بتروح. بتضلها تعطيك. بتضلها تعطيك، اعطيها بتعطيك. حلو.